هذا التكتل هو ليس خيار اليوم، لقد أصبح هدفا أساسيا لكل واحد منا. رجال الأعمال خصهم يبنيوا استثمارات، خصهم يبنيوا مشاريع، خصهم يخلقوا اتصالات مع شركات مغربية مغاربية، لأنه هذا هو اللي كيجعل أنه الاقتصاد يتنمى. ما نتسناوش الضوء الأخضر ديال السياسيين، حنا نتسناهم عدد سنين كثيرة، اليوم خصهم يمشيو هما للأمام ويمشيو للواجهة باش يخلقوا فرص الشغل، فرص الشغل للمواطنين المغاربة. تنمية الاستثمار والشراكة بين مقاولات بلدان المغرب العربي باش يكون تبادل تجاري بين الدول، خص يكون هناك يعني ارضيه ديال القوانين، ارضيه ديال دي بروسيدور اللي باينين. ففي هذا الاطار كنعرفوا ان كاين واحد يعني اتفاقيات اما ثنائيه اما اتفاقيات بين يعني اكثر من دوله باش نسهلوا المبادره التجاريه هذه اولا. ثانيا كاينين ايضا يعني اتفاقيات تقنيه، لان يمكننا نكونوا باغيين نديروا معاملات تجاريه، ولكن الا كانوا المواصفات يعني في المغرب جد مختلفه على المواصفات في تونس او لا يعني في الجزائر او لا في ليبيا، فهذا التبادل التجاري ما يمكنلوش يكون، لان غنجيو يعني في الحدود وغيكون هناك مواصفات اللي الناس ما كيعرفوهاش. فالوزاره هذا هو الدور ديالها، ان تسهيل يعني هدرت على المبادلات التجاريه، كذلك تسهيل الاستثمار. هذا الحدث الاول من نوعه. حدث الصفر المغاربي ما يمكنش تنمى الا كانت التنميه الاقتصاديه والتجاره والتبادل التجاري بين هذه الدول المغاربي. كما سمعتوا في المداخلات البعض بان التنميه الاقتصاديه بين الدول المغاربيه ضعيفه جدا. كيفاش علاش ضعيفه جدا؟ لان كان عوائق كثيره، منها عوائق سياسيه ومنها، ولكن احنا ان شاء الله كنتمناو بهذا اللقاء الاول اللي دار في الدار البيضاء وسميناه كما سمعتوا كيسمى نداء الدار البيضاء، باش هذا نكثروا حنا من العلاقات الاقتصاديه بين هذه الدول، من ناحيه الاستثمار، من ناحيه التبادل التجاري، من ناحيه تبادل الخبرات، من ناحيه كاين بزاف المواد اللي يمكن هذه الدول المغاربيه تجتمع. وداك الشيء علاش حنا بغينا هذه المبادره الاولى كغرف التجاره والصناعه ديال البلدان المغرب العربي تكون هي المبادره الاولى اللي ان شاء الله تمييز هذا التبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الدول هذه. فان العلاقات تبقى دون مستوى امكانيات بلدان